مستعد لإطلاق صافرة البداية للحظات هذه المواجهة. سمير المعرفي واصفا معلقا يصطحبكم من خلال كرة بتلعب عالية السامة رافينيا والكورة الله 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 نزلها ابو عبد الله اعطى يا السما قال له يا رافينيا وحده وبعد ذلك في الشباك هدف هرباوي اول 1-0 يكسر صمود ابعد كره حاضره لدى النادي العربي لدى ديالو ديالو وكره بعد ذلك دينيس اخذها اي توهان يا سيمو اي كره يا سيمو ومن امام من دينيس البك في غفله في لقطه في غفوه في كره اخي شوف كره ديالو هذه اللي خطفها دينيس البك اخذها الروماني ما صدق خبر قال شكرا سيمو شكرا سيمو أنا ممتن لذلك قال دينيس البك دينيس راح دينيس راح دينيس مر دينيس مر ماذا دهك ماذا دهك بالهيل النيل والهيل أقل الفرص نجحوا بتحقيق ذلك ونجحوا بإحراز ذلك في هذا المساء لهم في السابق انتصار في 2016 بال2-1 عن طريق ديوكو وحمد منصور راجح لكن العربي لحتى الآن الله لا تيم للعربي ليلة العربي لمساكني ينقذ العربي ساحر شرق يرفض خسارة أهل شرق ساحر شرق يرفض في رجاءات الصافرة أقرب الليلة انتهت الأمسية حسمت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين يونس وجورج في ليلة كان واحدا من أبطالها سيمو ودينيس البك والإمساكني أيضا في آخر لحظاتها كان حاضرا 2-2